يعني انت لسه جاي حالا دلوقتي وشايفك بتمسح عرقك، قول لي ايه اللي تم النهارده؟ معلش. يوم طويل الحقيقه. النهارده المصريين والامريكان وجاليات كتير عربيه واجنبيه كانوا منظمين منذ امس، وما زالت فعاليات مواجهه تميم وارهاب تميم مستمره حتى بعد غد ان شاء الله. هذه المواجهه تمثلت اليوم في تحرك جديد، الانتقال الى مقر اقامه تميم. يمكن لباقه المصريين وثقافه المصريين ان كان هناك تعتيم على مقر اقامه امير قطر تميم، نظرا لما يدور حوله واصبح شبه يقين من ارتكابه اعمال اجراميه وارهابيه في حق كثير من الشعوب. فكان التخوف من ان يقتص منه احد الذين راح ضحيه افعاله اسرهم او عائل له او ما شابه ذلك، لكن النهارده احنا وصلنا لمقر اقامته واعربنا عن رفضنا لوجوده على ارض الولايات المتحده الامريكيه. الامريكان النهارده كانوا اكثر مننا في يعني سبقا في معارضتهم لرئيسهم في انه يستضيف مثل هذا الرجل على ارض الولايات المتحده الامريكيه، حتى لو كان تحت مظله الامم المتحده، باعتبار ان يعني امير قطر ليس مجرد رجل اقترف اعمال ارهابيه، بل انه يشجع العالم على الدخول في موجات عنف وموجات إرهابية متكررة. ثبت يقينا أن أمير قطر لم يقترف فقط الإرهاب في حق الشعوب العربية، بل تعدى ذلك إلى كثير من العواصم الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تسلم من أفعاله التي حرض عليها. لذلك كان علينا أن نواجه الفكر المتشدد المتطرف. أخطر ما يواجه الإنسان وما يواجه الحياة الإنسانية بصفة عامة هو الفكر المتطرف الذي يعني يذهب بالأخضر واليابس. لذلك كانت وقفتنا اليوم معبرة عن رفضنا الفكر تميم لإمارة تميم، إمارة الإرهاب. يعني يكفي أن عرض أمام منزله اليوم أو أمام مقر إقامته اليوم فيلم على لسانه وهو يقول أننا لا نعتبر الجماعات المسلحة جماعات إرهابية. فسأله الإعلامي أي جماعات تقصده؟ قال له جماعات النصرة في سوريا وجماعات الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجماعة وجماعات مؤيدة لداعش. يعني كانت مفاجأة لينا أنه بكل هذه البجاحة يعترف أمام العالم أنه يدعم هذه الجماعات، وليس فقط هذا، بل أقر أنه شرف له أنه يدعم هذه الجماعات وأنه سيظل يمدهم بالمال لأنه يعتبرهم مجاهدين. أي جهاد هذا يا سيدي؟ على مدار